سوري عندنا اكثر من حوالي 30 مشفى، اكثر من حوالي 5-6 مدارس و7 مراكز قران كريم ومشافي ميدانيه وامور كثيره من اهل الكويت. معنا احنا مقصرين على الشعب الطيب، ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون نحن وحسب شعار الرحمه العالميه وحمد المليون نحن وانصار حتى انصار ان شاء الله. الافتتاح المرحله الاولى مدرسه بنيان الرحمه، المرحله الاولى مدرسة بنيان الرحمة في اسطنبول للطلبة النازحين السوريين المتواجدين في اسطنبول. هذه المدرسة الآن استعدادات على قدم وساق. كان الصباح المبارك يوم السبت 30 من هذا الشهر، عطاء جديد طيب مبارك لأهل الكويت. مدرسة بنيان الرحمة في اسطنبول للأخوة السوريين الطلبة السوريين. هذا احد ورود من المحافظ، والاخرى يقولون من وزير التربيه لهذا الصف الكبير. بارك الله فيكم اهل الكويت، الرحمه العالميه وحمد المجاهد، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وللاخوه السوريين ان شاء الله. إنسانية في البداية يحتاج المزيد من المساعدات والإيمادات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم نصر إن شاء الله، عادل وغير عادل بإذن الله تعالى. شكرا.